هاشتاج أنا إليسا ينتشر على تويتر بعد ما نشرت الفنانة اللبنانية صورة لها وكتبت عليها بنجور. الصورة لقت إعجاب أكثر من 7000 شخص، بس بنفس الوقت كان هناك كثير من التعليقات السلبية بالمقابل، مما اضطر إليسا لنشر تغريدة بتقول فيها: لما حدا يتعرض لي أو يتنمر على صورة ما تتضايقوا، لأنه الموضوع آخر همي وما إله أي تأثير علي، ويلي عم يتنمروا ويحكوا ما عندهم إلا مشاكلهم يفجروها، فأتركوهم بمشاكلهم يفشوا خلقهم. وأنهت التغريدة بهاشتاج أنا إليسا. طبعا مغردون كثر علقوا على مقالته إليسا، وكان منهم إيمان إبراهيم اللي قالت: أن تبتسم وهم ينتقدونك في محاولة منهم لتحطيمكم والنيل من معنوياتك أبلغ رد. وإليسا ملكة الردود اللي بتصيب الهدف. وكمان حساب باسم سارة العسراوي قالت بتغريدة: إليسا قررت أن تكون بطلة في حياتها ضد كل الصعاب، فلا تكترث لانتقادات لاذعة، هدفها تحطيمها بعد كل نجاح بتحققه. وعلى غرار تحدي كيكي والمانيكان ودلو الثلج، ينتشر اليوم تحدي غطاء الزجاجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر الممثل البريطاني جيسون ستاثام فيديو يفتح فيه زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء. وكان هذا بمثابة قبول للتحدي، وبدوره قام ستاثام بتوجيه التحدي لأصدقاء آخرين، ومن بعدها انتشر التحدي بقوة ليشارك فيه مشاهير العالم. خلينا نشوف. أما الوكمان اللي احتفل بعيده الأربعين الذي يصادف الأول من حزيران يوليو، ومنه نشر مغردون صورة للجهاز القديم معلقين: لسه بعد موجود عندكم؟ في حين استذكر عبد الله البعيز صورة له بالأبيض والأسود وغرد قائلا: وكمان سوني كان صرعة في وقته كنت كاشخ فيه.